شهد العراق تأثره بموجة من البرد بسبب منخفض جوي من شرق البحر المتوسط. طبعا هذا المنخفض الجوي ترافق كتلة باردة ورطبة في نفس الوقت، وبس حبيت أنه أشير لمشاهديكم ولكل المستمعين أنه يجب أن تؤخذ المعلومة من مصدرها، مع احتراماتي لكل الأسماء اللي لها باع في الطقس كالأستاذ علي السيد علي الموسوي أو غيره وهذا، لكن أنتم كما تعلمون أنه مصدر المعلومة بالأنواء الجوية هي الأنواع، الهيئة العامة دائرة للأنواع الجوية الأنواء، والغوص لكن تبقى الإنساني. في إطار التنبؤات. نعم صح، احنا دائرة مسؤولة عن الطقس وعن التقارير الجوية، ودائما احنا نصدر تقارير جوية، لذلك احنا نرجو منكم ان تأخذون المعلومة من الهيئة العامة للأنواء الجوية، لان مثل ما يقولون اهل مكة ادرى بشعابها. هذا احنا التأثر اللي صار بالبلاد واللي أدى إلى سقوط الأمطار وكذلك إلى الثلوج، خصوصا في المناطق الشمالية الشرقية منها، وكذلك من المحتمل أن تسقط ثلوج لدينا في المناطق الغربية من البلاد. سببها هو كان تأثر منخفض جوي من شرق البحر المتوسط. أما الأيام المقبلة سوف أيضا تشهد لدينا انخفاض في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بالامتدادات المرتفع السيبيري المعروف ببرودته، هو الذي سوف يسبب انخفاض في درجات الحرارة. طبعا توقعاتنا تقول أنه إن شاء الله يبدأ من يوم الثلاثاء القادم. إذن المتنبأ الجوي أستاذ حيدر حبيب، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.